مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم استمرت الأجواء الشديدة الحرارة بالسيطرة في عموم مناطق المملكة. مدينة مكة المكرمة سجلت حرارات في أواخر 40 درجة مئوية ولامست 50 خلال ساعات الظهيرة. أيضا الأحوال الجوية غير مستقرة سيطرت في المنطقة الجنوبية الغربية وتكاثرت كمية من الغيوم الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر. صور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة في عموم المنطقة الغربية الجنوبية الغربية وأيضا أقصى جنوب المملكة. هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي أو بقايا الغيوم الركامية التي تشكلت خلال اليوم أمس. ويتوقع خلال الساعات القادمة أن يعود وتتشكل هذه الغيوم الركامية خلال ساعات الظهيرة والعصر. نتحدث الآن عن درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الثلاثاء وحتى عطلة نهاية الأسبوع. تبقى درجات الحرارة مرتفعة يوم الثلاثاء في حين تنخفض ليلا خاصة في المنطقة الشمالية حيث تسود أجواء معتدلة بشكل عام في هذه المناطق، بينما تكون دافئة إلى حارة نسبيا خلال ساعة الليل في باقي مناطق المملكة. يوم الأربعاء تستمر درجات الحرارة أيضا مرتفعة وأجواء حارة في عموم مناطق المملكة. يوم الخميس أيضا تستمر هذه الحرارات حيث تكون درجة الحرارة حوالي في بداية إلى منتصف الأربعينات مئوية في المنطقة الشرقية المنطقة الوسطى وأغلب مناطق المملكة باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية حيث تكون الأجواء أكثر اعتدالا وأيضا المرتفعات الشمالية خاصة خلال ساعات الليل. لكن اعتبارا من يوم الجمعة درجات الحرارة سترتفع بشكل ملموس في المنطقة الشرقية نتيجة لاشتداد المرتفع الجوي في الطبقات الجو العالية في عموم شبه الجزيرة العربية، يعمل على اشتداد الكتلة الهوائية الحارة في أجزاء من جنوب العراق وأيضا الكويت وعموم المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة اعتبارا من يوم الجمعة، وتشتد هذه الحرارات خلال بداية الأسبوع القادم بإذن الله. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تسود أجواء صافية مع 29 درجة مئوية، الملموسة 27، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء رياح نشطة وأتربة مثارة مع 43 إلى 28، نفس الحرارات يوم الخميس مع أتربة مثارة أيضا، ويوم الجمعة 43 إلى 28 درجة مئوية مع أجواء صافية بشكل عام. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة ليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء حارة، تبوك 40 إلى 25 درجة مئوية، سكاكا 41 إلى 29، وعرعر 40 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 45 إلى 35، جدة 35 إلى 30 درجة مئوية، مكة المكرمة 44 إلى 28، والطائف 36 إلى 27 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، أحوال جوية غير مستقرة في أبها، زخات العديد من الأمطار 33 إلى 20 درجة مئوية، الباحة 33 إلى 21، وجزان 37 إلى 33 درجة مئوية. نذهب شرقا نحو الدمام، طقس صافي 39 إلى 30، أجواء حارة في حفر الباطن 45 إلى 28، الإحساء ريح نشطة وأتربة مثارة مع 44 إلى 28 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، رياح نشطة وأتربة مثارة 43 إلى 28، بريدة 44 إلى 27، وحائل 41 إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشاطنا، للقاء.